هذه جلستنا الصبح قبل الفطور، بطن الدلة. انت هويكم عاد. اتصال هنا ما تعمل 4G الا واتس ذس نيم جيو 5 اي هذه اللي تشتغل هنا لوكاد ارتيل 2G اونلي، لكن هذه بهذا سكايبر يور نيم سكايبر ما قصر اعطاني هذه وقال معك يومين مدالك جالس هنا تستخدمها واي فاي صراحه ممتازه. ثانك يو سكايبر. جو ذس وان بنغلاديش سكين بالانسينج روك سكاي وورك ريدور. كل اللي رسمناه من 4 شهور بيتنا حققناه لله الحمد على أرض الواقع. هذه متعة تخطيط الرحلة بنفسك، لا تعتمد على أحد. رتب، شوف الخرائط، ابحث، شوف الصور، شوف الفنادق، شوف ارسم بنفسك. متعتها حتى لو في أخطاء لها متعة. هذا مخطط اللي نرسمه نبدل بك اليوم حسب الاتجاه اللي نشوفه. What you see my drive. Today we'll do this one. Then and we go to zero point. Then Shnongpadeng, Borhill. Not Borhill. We'll do tomorrow. Tomorrow this one yes. We change. Yeah. Yes. كل يوم نسوي تعديلات على البرنامج حسب ما نشوفه مناسب. أحيانًا يصير عندنا غلطات بالإعداد شوي. اليوم عندنا جولة بالنهر إن شاء الله تحت البرج هذا. What's the name of this river? This village called Shnongpadeng. Shnong? Shnongpadeng. هذا اسمه والله طويل. ندورنا رحت نعدنا في اسمه. لكن هو مشهور بهالمنطقة هذه. شوف صفاوة الأنهر هنا عندهم. الحين اللي بناخذنا مع القوارب بياخذ من الجولة هالنهر ما شاء الله. والله طلعت عين الشمس الحين. في ناس تخيم بالليل هنا عند النهر ويسبحون. يستمتعون بأجواء المساحل. والله إحنا ما إحنا متعودين على الخيام هذه، لكنها صراحة تجربة حلوة لي. إجراءات السلامة أولاً لابد إنك تأخذ الجاكيت هنا عشان تنزل في القارب. صراحة هذا جيد من تجيب لهم. البوت ب500 روبية أي عدد مفتوح الأشخاص. أخذنا هالوليد هذا الحين وهذا. أبوه بعد صوت لي قال تعال بياخذ النشاء مجين مديرها العرب نمشيهم برض مقلايا اسكتلندا الشرق. لا والله احنا من قربنا حدود بنغلاديش والله انها خربت الامور شوي، لكن الحمد لله الاجواء حلوه والطبيعه زينه. هذا سواق انا معنا وين ما نروح صار مترجم قايد كل شيء صار ابن حلال، بس ترى احنا ما نقصر معه بعد. هذا جسر للمشاة فوق عبرون. يروحون بنا الاخر هناك. صراحة الجو والهواء ممتع جدا هنا. شوفوا حالة الجو والطبيعة. Por la nova reunión.
الصيادين يصيدون على أطراف النهر. ما استطيع أكمل في حومات هنا شوي، قال غير نتراجع. والله التراجع زين في الحلال. أنا مر من انتهى الشلالات سبحان النهر. لا إله إلا الله. والله تسمع صوت هالشلالات سبحان الله. شوف الشلال هناك سبحان الله كيف يصب. انتهت جولتنا، نعود الى مركز الانطلاق. والله هناك صوت شلال الموصل حاشرين الماء عشان يصير بحيرة عندهم. هذا اسمه الموقع والنهر هنا.